أهداف الحملة طبعاً أهم حاجة بشكل مبسط، طبعاً هي ليها أهداف متعددة ذكرت السنة، بس بشكل مبسط إن إحنا دولة مصر بتعليم الفساد، والفساد دوت مؤثر على كل أركان الدولة، وبالتالي مؤثر لحد العيشة بتاعت المواطن نفسها. فإحنا الهدف منها إن إحنا بنكشف الفساد دوت ونحاول نقدمه لرئاسة الجمهورية. يعني إحنا رئيس الجمهورية عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومه بيتكلموا عن الفساد وضروره محاربه الفساد. وطبعا ده شيء مهم جدا، يعني انا بوجهه نظري محاربه الفساد اهم بكتير جدا في الوقت اللي احنا حالي فيه من محاربه الارهاب. بس للاسف احنا قناعتنا ومفيش حد في المواطن، مفيش مواطن مصري لو قعدت تساله، الاجهزه الرقابيه المفروض انها بتقدم هذا الفساد او انها مطالبه ان هي تكشف هذا الفساد وتحاسبه، هي في الاصل يا رؤساء مسؤولين متورطين في هذا الفساد. فازاي يبقى هنا في ازدواجيه في المعايير؟ ازاي المسؤولين المتورطين في الفساد هم اللي هيحاربوا الفساد؟ فاحنا قلنا خلاص، طب ايه الحل من دوت؟ ان احنا عندنا، انا عن نفسي عندنا قناعه شخصيه ان رئيس الدوله فعلا عايز يحارب الفساد. طيب يبقى احنا واجب علينا ان احنا نقدم له هذا ايه؟ ان احنا كل الملفات ديت ان احنا ايه نقدمها. لازم هيتم تقديم الملفات الفساد، مش هيتم المسؤولين. يعني احنا بص، للاسف احنا ما عندناش ثقه في المسؤولين تماما، ما عندناش اي ثقه في اي مسؤول. وفي نفس الوقت انا يعني اخاف ان انا لو قدمت الملف دوت يتاخد مني فاحنا عندنا مساله اعلام بديل غير الاعلاميين والاطباق الكبيره اللي هي للاسف بتدعي قدام المواطن انها بتحارب فساد، وهي في الاصل بتكشف اللي المسؤولين عايزين يكشفوه. اكتر من كده مفيش، يعني مفيش حميه ومفيش يعني ايه، مفيش جديه ان انا حارب فساد فعلا موجود في بلد عشان تقدر من خلاله ان احنا